يا اخي اشكره والروقان البارك يصلح. ايه يصلح. اسمع يا عيال، هذا واحد راح لم واحد احمد فتح لون سالفه اسمه يا مشاري هنا ومحمد عباس يسأل سؤال يقول لي ليش شرب الخمر حرام؟ الله يطول عمره. ها بعدين سأل سؤال ثاني قال الحين لا قال ليش شرب الخمر حرام؟ قال لي انا حرام. قال لا اقنعني مشتاق تدري العنب مو بحلال اكله؟ قال لا بس حس ابو قال التمر مو اكله حلال؟ قال لا خذ لي قهوه. طيب هذا رضها يخصم بعد الشعير طالع العالم مو بحلال كذا ما حد يكلمني. قال المويه مو بحلال؟ قال لا حلال. طيب هو مكون من هذه الاشياء كيف تقول الحرام؟ تدري وش رد عليه؟ قال الحين لو جيت واخذت تراب ورميته بوجهك تحس بالالم؟ قال لا. قال طيب لو اخذت مويه ورميتها بوجهك تحس بالم؟ قال لا. قال طيب لو اخذت التراب والمويه وحطيتهم مع بعض وحطيتهم بالشمس لين جفت وصارت حجر ورميتها بوجهك تحس بالم؟ قال لي طبعا احس بالم. قال الشيء اذا يعني تمكس اذا تمكس يتغير. يا حلو تعال شوف كيف الرد. والله كان رد التراب التراب والماء اصلها كان رد بالجيب بسيط جدا لكن صارت حطها راح تقول بلوكه بيوت جدان ما كانت الا من انتم عاد تستخدمون الحجر واجد انتم احنا إيه؟ لا احنا من زمان فلل ديلوكس دبلوكس لا حجر اترك الطين من زمان يعني اتوقع بيوت الطين احنا ايام السبعينات احنا ساكنين في فلل اي ما شاء الله عليكم انتم هلا إيه؟ لا بس جد عندكم بالجنوب يستخدمون الحجر بالبيوت صح؟